مساء الخير عليكم، مرحبا بكم احبابنا، ان شاء الله تكونوا بخير على خير. معكم توجور فافا البجاوي المغني. اليوم حنقدم لكم في الكونفينمون مربى للبرتقال. لازم يكون معنا الكيلو تاع برتقال، كيلو تاع سكر، وسكرفاج. دونك حبابنا، من الاحسن في السكرفاج نخيروا هاد الجهه، هاد الطبقه، باش نربيو فيها لي زورونج ديالنا وتحصلوا على الشكل اللي يليق وتكون بيضاويه. فوالا احبابنا، من بعد ما ربينا لي زورونج ديالنا تحصلنا على هذا الشكل وعلى هذا اللون، ماشي ابيض ابيض ناصع. فوالا وعندنا هاد لاكوش الفوقانيه اللي يحبوا يخليوها باش يديروا بها لي بغيوش ولا كيك شوز يخلوها، سينو اون با بيزوان. فوالا احبابنا الكرام، ولينا لعندكم. دونك جو كونساي يكون عندنا المسكده تاع المنشار و لي زونج تاعنا كما قلت لكم، لي نجم يدير لا كولور انصع من هذا الشيء يديرها. دونك نديرو الشكل تاع لي زونج تاعنا على شكل ابراج، نبدا نقطعو فيهم هكذا اون دو. فوالا ونحو هذا وهذا الفوقاني الثاني. هنا وماذا بكم تنحو هذا الوسطاني تاني هدايا باش ينحيلو المرورات، بوغ ايفيتي المرورات تاع لي زورونج ديالنا. تبعوني حبابنا الاعزاز، رانا ولينا لعندكم. دونك رانا تحصلنا على هذا الشكل البرجي. دونك واش نديرو؟ نشدو الماء، نسكبو عليهم الماء ونديرهم داخل الطنجره ونديروا العمليه هذه 3 خطرات. وعلاش نديروا هذه العمليه 3 خطرات؟ باش تنحلهم الحموضيه. فوالا الحباب، من بعد ما دخلنا القطع داخل الطنجره دوكا نسكبوا عليهم الماء هكذايا. نورمالمون المقدار يكفي لنا اكزاكتومون. دوك نخليهم يتغلوا واحد 10 مينوت هكذاك ونعاودوا نرجعوا نديروا العمليات 3 خطرات. حبابنا الكرام، رانا رجعنا لكم. فوالا دونك كيما راكم تشوفوا لي زونج ديالنا بداو يغلو. دونك واش نديروا؟ نروحوا نصفوهم ونعاودوا العمليه 2 خطرات. رانا رجعنا لكم بعد ما صفيت لي زونج ديالي. دونك دوكا نحضروا قدره تكون شويه غليظه. دونك نديرو لتر تاع الماء ونزيدو لتر دو سكر ونزيدو كما يقولوا برج تاع الليمون. تبعوني دونك نلوحو لتر تاع 1 كيلوغرام تاع السكر، pardon 1 كيلوغرام تاع السكر، نزيدو لتر تاع الماء بيان سور، نزيدو برج تاع ليمون. دوكا نخلو المقادير ديالنا يغلو واحد 10 دقائق ومن بعد نلوحو لي زورونج ديالنا. حبابنا الكرام، دوك نحركو هكذا المقادير ديالنا باش تولي عندنا عسيلة شابة، ومن بعد نلوحو البرتقال ديالنا. دونك جماعة، الماء ديالي بدا يغلي، ديرو هكذا باش تيستيو حتى تحسو بلي عندكم سيرو ثقيل. فوالا كيما هذا. دوكا نلوحو لي زورونج ديالنا. فوالا دوك نرجعو لكم. دونك من بعد ما لوحنا كلش داخل القدره، دوك نخليو كلش يغلي هذاك بتي فو برك هكذا واحد الساعه ونولو. حبابنا الاعزاز، حبابنا الكرام، رانا ولينا لعندكم. من بعد ما القدره تاعنا تغلات حوالي ساعه افيك ام بتي فو. دونك فوالا، شوفوا المقادير ديالنا، شوفوا لي زورونج تغلاو بيا وتعسلوا وتحصلت على عسيله ثقيله شويه هكذا. هاي تقيلة، فوالا تخي بيان. دوك نطفو العافية
ونقدم لكم بيان سور مربى البرتقال. حبابنا الكرام، كما راكم تشوفوا المربى ديالي راه واجد والطرف خرجوا لي معسلين تخي تخي بيان من بعد ما بردوا تماما. نقول لكم شاي طيبه، تهلاو في رواحتكم ورمضان كريم.